خليني أروح معاكم إلى موضوع مهم، هو موضوع الساعة النهاردة. قبل ما أروح لعلاء حمام في الزمالك، النهاردة صحينا من النوم يا سادة يا كرام على تويتر كتبها محمد إيهاب نجم مصر في رفع الأثقال وصاحب الميدالية الأولمبية الشهيرة، أبكت كل المصريين. يعني بص أهو، والله العظيم زي ما بقول لك كده، أبكت كل المصريين. يعني كده تقوم الصبح وانت بتقول يا مسهل وبتشرب فنجان قهوة، تلاقي تويتة مالية سوشيال ميديا وفيها محمد إيهاب وكأنك ترى دموعه فيما كتب على صفحته على الفيسبوك، راح في الرجلين. القصة الكاملة لاستبعاد المظلوم محمد إيهاب. محمد إيهاب طبعا كتب لقد ضاع حلم الأولمبيات. محمد إيهاب يتصدر التصنيف العالمي لرفع الأثقال للموسم الثاني على التوالي. للموسم الثاني على التوالي محمد إيهاب يتصدر الحدوتة. محمد إيهاب كتب عن حلم أولمبياد طوكيو، خلص الكلام. محمد إيهاب طوكيو باي باي. يعني الناس كلها بكت على كلام محمد إيهاب. عموما عشان ما ارغيش كتير، خليني اروح للخبيرنا المتخصص في مجال هذه الالعاب والالعاب الفرديه، الاستاذ الناقد الرياضي الاستاذ حسام زايد، صديقنا المحترم الناقد الرياضي الكبير، ويحكي لنا ايه قصه محمد إيهاب اللي بكت مصر كلها وتصدرت وكانت هاشتاج مهم وتصدرت تويتر وكل الناس كتبت على كل سوشيال ميديا قصه محمد إيهاب. حاولنا الوصول لمحمد إيهاب، هو موجود في الفيوم عند اسرته وقافل موبايله ورفض التعليق. محمد إيهاب ما نعرفه انه كان بيتدرب تحت بير السلم في حدائق الاهرام. هل يلا ربنا يصلح الاحوال. استاذ حسام زايد السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عبد الناصر، اهلا بك وتحياتي لحضرتك ولكل متابعيك. يعني وانت يعني متخصص في اخبار اللجنه الاولمبيه والالعاب الفرديه والالعاب الاخرى، بسم الله ما شاء الله، محمد إيهاب أبكى المصريين النهاردة. أنا شخصيا حزين. محمد إيهاب كان حلم وتبخر وانتهى. إيه القصة يا أستاذ حسام؟ طبعا الموضوع يعني ليه تبعات، مش وليد اللحظة ولا وليد اليوم. طبعا الاتحاد المصري لرفع الأثقال، علشان الناس تبقى عارفة وتكون في الصورة، متعرض حاليا للإيقاف لمدة سنتين. الاتحاد المصري بلعبته بكل حاجه، يعني مصر في رفع الاثقال موقوفه وممنوعه ان هي تلعب في اي بطولات عالميه، سواء بطولات عالم او اولمبياد طوكيو بطبيعه الحال. يعني تمام، وقفتها هيخلص شهر 9 اللي جاي. طبعا للاسف انه الاولمبياد هيقام من 23/7 ل 8/8. في محاولات يعني قضيه مرفوعه لاستثناء محمد ايهاب، على اساس انه محمد ايهاب مش من ضمن اللاعبين المتورطين في العينات الايجابيه للمنشطات. لكن طبعا من يومين تحديدا اللجنه الاولمبيه الدوليه والاتحاد الدولي لرفع الاثقال اعلنوا القائمه النهائيه الخاصه باللاعبين المشاركين في طوكيو، وللاسف ما كانش من بينهم محمد ايهاب. كان في محاولات طبعا انه محمد ايهاب يشارك تحت العلم الاولمبي، يعني في حالات مشابهه ممكن يشارك اللاعب، بما انه مش هو اللي خد منشطات، ممكن يشارك تحت شعار العلم الاولمبي مش بعلم بلده ولا يعزف ليه السلام الوطني لبلده. لكن المحاولات دي بقت بالفشل. طبعا يعني احنا كمصر كنا راضيين انه يلعب تحت العلم الاولمبي ومن غير علم مصر ولا يعزف سلام بلدنا، ومع ذلك لم تنجح المحاولات. بالضبط، دي حالات بتحصل. يعني شفنا روسيا مثلا على كل الرياضه الروسيه، شفناهم في بطوله العالم لكره اليد في مصر كانوا مشاركين باسم الاتحاد الروسي لكره اليد، مش روسيا كبلد، وما كانش بيترفع ليهم العلم بتاع روسيا، وهكذا كل الرياضيين الروس. لكن اللي انا عرفته انه حالات المشاركه بالعلم الاولمبي او بعلم غير علم البلد، علم اللي هو الاتحاد الدولي مثلا، ده في الحالات اللي هي زي روسيا لما بيكون الوقف على البلد كلها او الرياضه كلها في البلد، مش في حاله مصر في رفع الاثقال، انه رفع الاثقال فقط هي اللي موقوفه.
لكن الموضوع كمان بيفتح ملف كبير جدا في ملف رفع الاثقال، لانه انا حتى كنت كتبت من كام يوم على موضوع رفع الاثقال ووجهت نداء للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وهيكون في تحرك اكيد خلال الايام القادمه، لانه ملف رفع الاثقال ده مهم، ده كنز بالنسبه لمصر في الميداليات الاولمبيه. فانك رفع الاثقال كلها تكون موقوفه بلاعبيها بكل حاجه، ما نقدرش نشارك في اي بطوله بسبب المنشطات، ده علامه استفهام كبيره، وفي تحقيقات المفروض بتحصل، واعتقد انه يعني ان الاوان لاننا نكشف يعني النقاب عن كل اللي كان بيحصل وعن كل المتسببين. انا كنت حضرت قبل كده جلسه فيها الدكتور اشرف صبحي تم دعوتنا والمهندس هشام حطب بسبب هذا الموضوع، وقيل وقتها انه يعني في فرصه لرئيس الاتحاد، طبعا الاتحاد ده كان موقوف، الكابتن محمود محجوب، بسبب انه بيعمل محاولات لاعاده الامور الى نصابها مره ثانيه بحكم علاقاته مع الاتحاد الدولي. لكن دلوقتي والنهارده تحديدا احنا شفنا ان كل المحاولات دي فشلت، وانه ما فيش اي نتيجه، فلازم تظهر الحقيقه، ولازم يكون في تحول كبير جدا في مسار رفع الاثقال. احنا طبعا اللجنه اللي بتدير حاليا يعني فيها ناس محترمه وشخصيات يعني لها ثقلها في المجتمع، شخصيات مرموقة مش اللي تم انتخابهم، دي لجنة تم يعني تكليفها بإدارة الاتحاد. كمان أعتقد إنه خلاص يعني إحنا مش هنشارك في طوكيو، فبالتالي إحنا ممكن الاتحاد ده يتم الدعوة لإجراء الانتخابات 1/7 وتقام في منتصف أغسطس. نتمنى إنه بسرعة يتم يعني الأمور بتعود لنصابها، وأنا اعتقادي إنه الكلام اللي كتبه محمد إيهاب النهارده أتمنى إنه يعني يكون لحظة انفعال. لسه محمد إيهاب ممكن إن شاء الله نشوفه في باريس 2024، كلها 3 سنين، وان شاء الله نشوفه بيحقق ميداليه في باريس 2024 باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ حسام على كل هذه الايضاحات، شكرا. شكرا لوقتك معنا. من الاخر، قضيه محمد ايهاب اهديها للبرلمان المصري. محمد ايهاب الوحيد في رفع الاثقال ممن شاركوا وثبت تعاطيهم للمنشطات الذي لم يتعاطى منشطات. الوحيد الذي كان لديه أمل كان بيتمرن تحت بير سلم في عمارة في حدائق الأهرام. فكيف ننقذ مثل هكذا أبطال بيرفعوا اسم بلدنا وعلم بلدنا؟ لا نبكي على اللبن المسكوب اللي راح، ولكن أتمنى من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائب المحترم محمود بك حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن يفتح ملفا كبيرا في هذا الأمر لإنقاذ أبطالنا، وعدم ترك من أجرم في حق اسم مصر في رفع الأثقال دون حساب. وأنا عارف أن الوزير مش مؤثر في هذا الملف، أنا عارف أن الوزير مش مؤثر، ولكن أتمنى أن يكون في دور رقابي قوي، وأن تتدخل لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب في هذا الشأن. وكل ثقة في الأستاذ محمود حسين المحب لمصر هو ولجنته لإصلاح المسار. نعرف بس يا جماعة نحمي أبطالنا إزاي. أنا امبارح كنت قاعدة مهمة جدا مع أحد أبطال ملاكمة، قال لي كرم جابر لو في أي مكان في العالم كانت عمل عليه أبحاث، لانه تركيبه بنيانيه فزه خلقه ربنا، فمصر اتدمر. كرم جابر بتاع المصارعه الرومانيه اللي مرتين يجيب لنا ذهب في 2 اولمبيات ورا بعض، شوفوا بيشتغل ايه دلوقتي. والله قال لي لو في بلد غير مصر يتعامل عليه ابحاث، ليس تقليل من بلدنا وانما عدم اهتمام. اتمنى، احنا املنا في الالعاب الفرديه، املنا في الالعاب الفرديه.